أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بإطلاق مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي الذي شهد إقبالا متزايدا من قبل المشاركين والزوار، منوها سموه بالبرامج والفعاليات المتنوعة للمهرجان والتي جمعت بين الألعاب الرياضية والألعاب الشعبية القديمة والألعاب الإلكترونية الحديثة، إضافة إلى الفعاليات الاجتماعية المرافقة للمهرجان. جاء ذلك خلال زيارة سمو محافظ المحافظة الجنوبية لمهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي، حيث كان في استقبال سموه السيد خليفة بن عبد الله القعود رئيس لجنة الرياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة الأولمبية البحرينية. وأشار سموه إلى أن إطلاق مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي يؤكد مدى حرص واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في الحفاظ على الموروث الشعبي وإحياء عادات وتقاليد أهل مملكة البحرين. وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة دعم المحافظة الجنوبية لمهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي الذي ساهم في جذب هذا العدد الكبير من فئة الشباب، ويحمل رسالة مهمة وهي احتضان مواهب وطاقات الشباب واستغلال أوقاتهم، وذلك عائدا إلى البرامج العديدة المتنوعة التي تضمنها المهرجان. وعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي مشيدا بحسن التنظيم والإعداد له وإظهاره بالصورة المشرفة، متمنيا سموه النجاح للمهرجان والتوفيق للمشاركين في منافساته. أولا أنا مسرور جدا بالتواجد في مهرجان الأخ سمو الشيخ ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي للموروث الشعبي، ولا شك أن تواجدنا من حرصنا وتقديرنا لما يقوم به الأخ العزيز سمو الشيخ ناصر بن حمد، وكل المبادرات اللي يقوم بها هي مبادرات طيبة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وإحنا في المحافظة الجنوبية حريصين لتنفيذ توجيهات سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الوالد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وسيدي سمو ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، توجيهاتهم بالتواصل مع المواطنين والمشاركة خاصة في شهر رمضان المبارك بمثل هذه البرامج الطيبة، وهذه واجبنا في المحافظة أن نكون بين المواطنين ونشجع مثل هذه المبادرات الطيبة اللي هدفها هو الحفاظ على التراث، وتراثنا في مملكة البحرين تراث عريق وقديم ونعتز به كثير، والمحافظة الجنوبية دائما حظيظة باحتضان مثل هذه البرامج.